السلام عليكم. لو انت من الناس اللي حابب تتعلم اللغة الانجليزية من الصفر ومش عاجبك بصراحة فيديوهات اليومين دول على اليوتيوب اللي فيديو من الشرق وفيديو من الغرب وحابب حاجة منظمة من البداية من الصفر لغاية الاحتراف، يبقى ان شاء الله معانا هتلاقي حاجة تفيدك. انا اسمي احمد الخولي، عايش في امريكا الجنوبية، معايا شهادة السيلتا من جامعة كامبريدج في تعليم اللغة الانجليزية، وكمان معايا شهادة السي 1 السي اي اي برضو من جامعة كامبريدج. درست ودربت الاف الطلاب من جميع انحاء العالم، عشت في المملكة العربية السعودية، درست هناك طلاب من المملكة العربية السعودية، في مصر، في الارجنتين، كولومبيا، بيرو، واخيرا في الاكوادور. يلا بينا نبدأ أول كورس معانا النهاردة للمبتدئين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف كل الإنجليش كورسز معانا في القناة. يلا بينا نبدأ.